مساء الخير. البوصلة أول حلقات الأسبوع وأول حلقة في العودة بعد الأجازة القصيرة جدا اللي احنا خدناها، يعني بقالنا سنة متواصلة شغالين، فخلصنا احنا الدولة العثمانية لو انتوا فاكرين وكل النتائج الأخيرة والعثمانيين الجدد وشرحت كل حاجة. الأسبوع ده هناخد شوية حاجات كده نفسي أعلق عليها قبل ما نلتزم بسياق، وإن كان فيها برضو سياق، يعني من أول بكرة هنلاقي كده نفسنا في سياق عايز أشرحه بدقة من ناحية الوضع الاجتماعي بتاعه المتصل بالدين، ومن ناحية طبعا أصل الدين والصورة السيئة المعكوسة عنه بسبب حاجة غير النص الديني اللي انتوا عارفينها اسمها التراث. بس النهاردة هتكلم عن حاجة دقيقة للغاية وهاخد فيها حلقة واحدة، لأن أنا كمواجهة فكرية اتكلمت عنها عشرات الحلقات، لكن هتكلم على حاجة معينة. النهاردة لحد 20 سبتمبر كان المفترض انه يبقى فيه شوية احداث كده الاخوان المسلمين مرتبين لها وبيدعموها، وشوية الترندات اللي بالفلوس، ترند اللي على تويتر ده بالفلوس بالمناسبة، يعني الشركات بتقعد تعرضه على اي حد فينا بيطلع في تلفزيون كل يوم، يعني ما تفتكروش الترند ده حاجة كبيرة يعني. المهم يعني عندهم يعني حاجة مفترضة كده النهاردة كانت تحصل، خطيرة جدا وفظيعة ومش عارف ايه. اما الجانب السياسي بتاعها لينا اساتذة اصدقاء في الاعلام يقوموا بالواجب ده او قاموا بيه الحقيقه يعني في الفتره اللي فاتت. انا هكلمكم عن اللي انا بفهم فيه، وهتكلم يا رب حد للي عايز فعلا يواجه الاخوان المواجهه النهائيه والحاسمه اللي هي احنا فيها بفعل الظروف يسمع الحلقه دي اذا عجبته. يعني شوفوا، احنا بقالنا 92 سنه عندنا المرض العضال ده، السرطان ده، ده سرطان ابتليت به مصر وحدها، ثم تفحش بقى في الجسد العربي، ثم ما يسمى التنظيم الدولي. طيب ليه احنا من اول ما اكتشفنا احنا كحكام واحنا كمجتمع، وعشان خاطري الحلقة دي هقول لكم كلام حرج لا يقال كثيرا فركزوا للي عايز يركز، يعني ليه احنا لما كشفنا الاخوان المسلمين، واوعى تفتكر ان ده 2013 بس، لا ده هي ups and downs، بنكتشفهم وبعدين المجتمع يغرق في السبات العميق وينام ويعملوا له أضاليل فيطلع يكتشفهم، فبعدين ينزل تاني يموت 20 سنة كده يعني، وكذلك المستوى العلوي في الدولة ده قبل العصر اللي احنا فيه يعني. طيب احنا اكتشفناهم امتى يا فندم؟ ركز في الأول، من بدري قوي، من قبل 48. تخيل هم بدأوا 28، بدأوا الإزعاج والدولة تاخد بالها منهم أيام الملك فاروق في 40-41، عارف ان دول ولا دين ولا ملة ولا اللي بيتكلموا عنه، وبدأوا يلعبوا السياسة والانجليز والالمان واصل هتلر اسلم، كل ده كان برعاية الاخوان، واحنا رحنا حرب 8 اي كلام خلاص. فلما قتلوا بقى القاضي الخزندار وفجروا المكتب النيابة والمحكمة، كل اللي انت عايزه بقى السلسال ده خلاص عرفناه، مجتمع وحكام. فحصل سقوط اجتماعي وقبضة سياسية، حلو كده، هوب رجعوا تاني مع ثورة يوليو مع بدايتها. طب ليه؟ ركز عشان لازم نقول أخطأنا، لأنه الحكام انخدعوا فيهم، أيوة في أول الأمر، بدليل رئيس جمال عبد الناصر له فيديو لما كان بيحكي عن في خطاب شهير عن مرشد الإخوان وبيقول له أول حاجة عايزينها منك إذا تشركنا، خلي بالك من كلمة إذا تشركنا، فكان في الأول معتقد أنهم فصيل من اللي كان بيظلون الملك فاروق الفزاعة الشهيرة، أنه أصله هو الحكام بيقهرونا. فقال له مرشد الإخوان ساعتها الهضيبي أظن الأب، قال له اقفل السينما وحجب النساء، لما الرد الشهير قال له الرئيس جمال عبد الناصر حجب بنتك أنت. يبقى إذن أدي خدعة للحكام وبعدين اكتشفوها، والمجتمع كالعادة بينسى، إحنا ولاد امبارح بس ما بنعرفش نمسك خيط ونفضل نقول ده ونورثه بقى، لا فراحوا طالعين معنا الخيط كله لحد ما أظهروا فسادا كبيرا لحد إعدام سيد قطب، كانوا تحللوا تماما في المجتمع. حصل للأسف إيه فندم؟ 67، و67 دي أنا هجيب سيرتها في النص التاني من الحلقة بشكل تاني شوية، معلش خدوها مني. من 67 حصل مد ديني، برضو هنجيب سيرته في نص تاني الحلقة. المد الديني ده فادهم بل كان برعايتهم. مين اللي عمل المد الديني؟ ما تقوليش بقى اللي جم مش عارف من الخليج ولا
الخطاب التقليدي العادي كان مبسوط قوي بالمد الديني ده. فالمد الديني ده ادى قبلة الحياة للإخوان مع نصر بقى 73 مع وجود الرئيس السادات. الرئيس السادات راجل عظيم، رئيس مصر، عمل الحرب وعمل السلام بأي طريقة من اللي هو شايفها صح في مسألة السلام. لكن في مسألة الإسلاميين انتوا عارفين رأيي ورأيي كتير غيري في مسألة الرئيس السادات كان، وهو اكتشف برضو في الآخر نفس مشكلة. عبد الناصر خد سنة عشان يكتشف، الرئيس السادات خد 8 فملحقش يكتشف لأنهم قتلوا. يعني لما اكتشف وقال لهم لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة كان خلاص على شفا سنتين ويتقتل. قتل الرئيس السادات كانت النقطة التانية بعد 48 ان احنا نقدر نعمل حاجتين، نواجههم مجتمعيا والسياسة يبقى ليها بيسموه مبرر في العصف بيهم. لان اوعى تفتكر ان الجامعة الإسلامية ولا الجهاد ولا الإسلامبولي مش أولاد الإخوان، انتهى الموضوع قولا واحدا. يعني حتى الوثائق دلوقتي والورق والمرجعية الفكرية، قتلوا رئيس الدولة في واقعة فاجرة لا يمكن تكرارها. خلاص، مين عمل نفس الغلطة تاني؟ الله يرحمه بقى الرئيس مبارك. الرئيس مبارك راح مدخلهم انتخابات 84 على أساس ان دول غير دول. هل ده هو كان فاهم ومن حوله أو مضحوك عليه؟ الاتنين كارثة. يعني الرئيس مبارك كان فاهم انه بجد دول غير دول تبقى كارثة، ولو كان فاهم ان دول هم دول بس بلعب معهم سياسة فاديلهم نفس هنا واخنق عليهم في السجون في الجامعات الإسلامية تبقى كارثة برضو. وكان بعد مقتل رئيس السادات في تقبل مجتمعي للعصف بيهم لأن قتلوا رئيس الدولة المسلم. السادات تختلف معاه، أي رئيس تختلف معاه، عبد الناصر، لكن تقتله؟ ما حصلش. راحوا طالعين تاني الكيرف. وطبعا من بعد 84 ومجلس الشعب لما دخلوا مع الوفد والعمل، الرئيس مبارك ونظامه كان يرى رؤية عجيبة انه يسيب لهم مناطق كاملة التعليم والصرافات والعملات، الكارثة. فكانوا غير مضيق عليهم ابدا، على عكس المفهوم الغدر اللي هم غدروه برضو بالرئيس مبارك. احسن عصرهم ماليا وانسانيا واجتماعيا، وسيطروا على شوارع ومناطق كاملة من العشوائيات والمناطق البسيطة، وعملوا مستشفياتهم والعيادات الخاصة ودور المناسبات والتحفيظ القرآن، كان عصر الرئيس مبارك. يبقى حصل نفس الغلطة لثالث مرة بعد ما حصل عدم تقبل مجتمعي وكسر ليهم وضغط ومبرر للضغط السياسي بعد ما قتل رئيس الدولة. رجعوا تاني للحياة مع المد الديني هو ونشروا بقى ايه اولادهم، بس اولادهم بالصورة التانية. عايز تحلق دقن ما نحلق الدقن، ما عندناش مشكلة. عايز تجيب لي واد يتكلم عن الحجاب بس ويبقى الواد ده تبعهم برضو. عايز اي حاجة حصلت في نهاية الثمانينات والتسعينات والالفينات منهم. وعلى كل ده غادروا بيه لما لقوا فرصة قد كده في ما يسمى 2011. اول ناس ركبوها واول ناس طلبوا بان مبارك هيفضل في السجن لحد ما يموت. لكن شبه الرئيس السادات جزاء وفاقا. خلاص، لحد العصر اللي احنا فيه. العصر احنا فيه حصل يا فندم، حصل لهم اللي هو يكشفهم اكتر من اي مرة في التاريخ. ال 92 سنة وصل الحكم سنة، دستور، مجلس الشعب، مجلس الشورى اللي هو خلوه النواب، لغوا الشورى، الدستور هم اللي كتبوه، الجمعية التأسيسية سيطروا على اغلب الحاجات، ورئيس الدولة. ودي كانت مصيبة سود. ده كان اكبر خطأ، او الحمد لله قدر كويس لينا ان احنا ان الناس كلها تشوف مين الاخوان تحت الضوء. قتل وانت نازل بقى، مش قتل بس، قتل وانت نازل، قتل وخوانين ويقولوا كلام غير اللي ويبطنوا والتقية والقذارة واستخدام الدين وكل اللي انت عايزه. وكل اللي كانوا بيطنطنوا بيه من 48 قضية فلسطينية قال لك عزيزي مستر مش عارف مين رئيس وزراء. انا ما عنديش مشكلة ان الرئيس مصري يقول لرئيس وزراء اي رئيس وزراء اسرائيلي عزيزي، احنا عندنا اتفاقية سلام. لكن عندي مشكلة ان واحد عايش عمره كله على انه مقاوم، فما تعمليش فيها بقى كابتن ماجد يعني، فاهم؟ المهم خونة وبيبيعين كلام وكل انت عايزه، وانتهت النهاية اللي انتوا عارفينها واللي احنا لحد دلوقتي بندفع ثمنها من حقدهم على مصر ورئيس مصر شخصيا. انا بقولها لك بصيب بنية صافية، مش عايز حاجة. هذا الرجل يحقدون عليه حقدا مباشرا،
كره مباشر لهذا الشخص، هذا الرجل العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى شعب مصر كله، على أي تقدم خطوة نشم فيها نفسنا في العشر سنين السود دول. تمام كده؟ فدلوقتي أنت معاك الحاجتين، ركز في اللي هقوله بقى من أول النص ده، معاك عدم التقبل المجتمعي والعصف بيهم بالقانون سياسيا. تمام؟ لأن النظام الحالي الرئيس عبد الفتاح السيسي ما عملش غلطة كل رئيس، ما راحش وجه سنة من عبد الناصر، 8 سنين من عصر السادات ما كانش عارف هم بيعملوا ايه، وبيديهم الفرصة وبيرجع لهم المجلة، مجلة الدعوة، وبيفتح لهم وبيطلعهم من السجون والدنيا بامبي على رأي صلاح جاهين. و30-29 سنة كده ولا 26 سنة من عصر مبارك مديهم قبلة الحنان. الرئيس سيسي لأسباب تاريخية كتيرة، والأسباب إنه هو شافهم من زاوية أخرى في التعامل، فهو تولى حكم مصر على معرفة يقينية بيهم، ما راحش ما زي اللي فاتوا خلاص. فدلوقتي عندنا الشرطين، أو مش الشرطين، أنا آسف، الظرفين اللي يلغوا ويحللوا جماعة الإخوان، يعني من التحلل في جماعة الإخوان المسلمين في مصر والعالم العربي والعالم التنظيم الدولي ده. طيب ليه ما بيحصلش؟ ليه ما بيحصلش؟ سيبكم التمويل، التمويل شيء خطير جدا، لأن الرئيس في خطابه الأسبوع اللي فات في الجامعة اليابانية، في افتتاح الجامعة اليابانية، قال ليه دول بيمولوا اللي يخرب بلادنا، وده صح. طيب فاحنا عندنا قلنا الظرفين، عدم تقبل مجتمعي بل تعرية تامة، صوت وصورة بقى، وعندنا قيادة سياسية ما غلطتش، عارفاهم من الأول خلاص كده. ليه المواجهة مطولة؟ وهو استهلاك للطاقة الدولة المصرية وطاقة الأمن المصري وطاقة الناس نفسها، واستغلال متاعبهم اللي هي في كل دولة في العالم. مفيش دولة كل شعبها راضي عن كل القرارات وكل القوانين، ده مش موجودة، ما نعرفهاش. يعني حتى سويسرا بيعترضوا بس بطريقتهم، عشان هم بس ايه يعني، هم مخلوقين كده. انما كل الدول الحية زينا كده اللي فيها 100 مليون فيها بعض الفئات ما ترضاش عن حاجة، بس مش معنى كده يعني ايه النظام الغريب السياسي اللي عايزين يخترعوه الاخوان، يعني ان كل شوية ثورة على اي قرار، ايه الكلام ده؟ المهم هو ثأر شخص زي ما قلت لكم، وحقد على مصر ورئيسها. فاضل بقى الحاجتين اللي المفروض احنا بنواجه بيهم بقى المواجهة اللي تحلل الاخوان وتلغي وجودهم. هقول لكم ايه السر احنا مش قادرين نعملها لف التسعين سنة اللي فاتوا، ولا التمانين، ولا في العشرة دول إلى الآن. هطلع فاصل ده وارجع لكم.